مولود السرطان. الأسبوع الأخير من شهر أغسطس آب هو أسبوع السعادة والفرح، وأسبوع النشاط والحركة والبركة والأخبار السعيدة والتغيرات الغير متوقعة. كل هالشهر تعبان السرطان، تعبان تعبان تعبان، قاعد ناطر أي متى بتنفرج بقى أموره، أي متى بتخلص بقى هالملفات، أي متى هالمعاملات بتخلص، أي متى يا ويلي شو عندكم ملفات ومعاملات شغالة. تغيرات كتير كبيرة يا أيها السرطان بكل، أولا بحياتك المالية، تغيرات كبيرة يا أيها السرطان شخصية، تغيرات بالشكل، تغيرات بالمعنويات، تغيرات نفسية عالية جدا ومعنويات أعلى وأعلى وأعلى. بلاقي السرطان عم يبتعد عن التصرفات العدائية، هادي رايق ماشي حسب القوانين، رح تفرح لتسويات مالية، مصالحة كبيرة عائلية، تحركات، سفر، في شي بخص أطفالك كنت أنت زعلان بترضى، نفسيا بترتاح، بتشوفك مبتسم، مصاري بيه عمل ما كنت متوقعه. حلول 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 يا أيها السرطان. بس في أمور صحية، بعض نايم بالمستشفى متضايق عنده علاج، البعض الآخر عنده أمراض مستعصية عايش على الدواء، في كتير عالم مشلولة مش قادرة تمشي مش قادرة تتحرك، مسحورين، السحر قتلهم، السحر مربطهم. الله يبعد المرض والله يبعد كل الأشكال السحر أو أشكال المرض أو أشكال التعب والعين والحسد، هودي بيقتلوا، هودي بيكفروا. فانبسطوا بحياتكم، انبسطوا بكل شيء ربنا أعطيكم إياه، من صحة، من عافية، من مال، من جاه، من أرزاق، من كل شيء، انبسطوا.